السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية أيضا، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في صحيفة زمان: العبادي: عدم القضاء على الفساد الموجود بيننا سيعيد تنظيم الدولة إلى العراق. في المدى: تعديل على قانون الانتخابات يمنع إعادة العد خارج مراكز الاقتراع. في القدس العربي: أربيل تتهم بغداد بعدم الجدية في إجراء الحوار. في العربي الجديد: سوريا: النظام يعجز عن فك حصار إدارة المركبات، يتقدم بريف إدلب. في الشرق الأوسط: المؤتمر الشعبي: اجتماع صنعاء حوثي باطل، وقرار تكليف صادق أبو راس برئاسة الحزب لا قيمة له. في الخليج الإماراتي: جلسة ضارئة لمجلس الشورى لبحث الاضطرابات، والحرس الثوري يعلن مجددا إخماد الاحتجاجات. وأخيرا في صحيفة الحياة: واشنطن تشترط تعليق بيونغ يانغ تجاربها النووية قبل عملية التفاوض. الكلام عن الفساد الموجود بيننا هذه الأيام وحديث صفوة العملية السياسية يقابله متلازمة سياسية لا فكك منها، هي العجز الذي ينتابنا في مواجهته. فاتح عبد السلام يرى في صحيفة زمان أن هناك تناقضا صريحا يوضح أن الجميع يجلسون في مركب واحد لكن أماكن المقاعد مختلفة، فهناك متصدرون وهناك متوارون في الأمام وفي الخلف، وآخرون مترقبون قرب النوافذ، وبعضهم يفكر بالقفز من المركب، لكن إلى أين؟ هذا هو السؤال الذي حين نجد إجابته نكون في منطقة نستطيع فيها الشروع ببناء العراق الجديد فعلا، وليس كلاما كما هو حاصل الآن. ما معنى أن نشخص الخلل ونعلن عجزنا عن إصلاحه؟ وما معنى أن يمنحنا الدستور صلاحية الإصلاح والتغيير في كثير من السياقات ونقف عاجزين نستجد الدفع والدعم من جهة ما، مرة داخلية دينية ومرة خارجية نفعية وثالثة إقليمية، لا ترى العراق سوى تابع ذليل تستطيع متى تشاء لي رقاب الحاكمين فيه؟ بعد 14 عاماً من تغيير الوضع السياسي لا نزال عند نقطة الصفر في البناء المؤسساتي وبناء الإعمار والتنمية. كل الإجراءات التي توحي ظاهراً بالصناعة والزراعة والتجارة إنما هي احتراقات دخانية داخلية لجزء من الموازنات التي بددت بطرق شتى وفنية في العراق طوال هذه السنوات العقيمة. ليس هناك مشروع سياسي للبلد يضمن العدالة والسلم وعدم إشهار السلاح داخلياً، كما لا يوجد مشروع اقتصادي تنموي عملاق ينتشلنا من فقر موازنة النفط التي ندور في دوامتها من دون مخرج. وسبب هذا الضياع هو الفشل المريع في إيجاد تعريف للهوية العراقية لهذه الدولة التي تقوم على هذه الأرض ولها هذا الشعب. تناقضات مخيفة من دون إجابات، والجميع يسير ويساير كأنما يحدث حاصل في بلاد أخرى. الكاتب يقول إنه حتى في الاحتفالات التي جرت بذكرى تأسيس الجيش العراقي كانت أصغر قامة من مواسم المسميات العسكرية الاحتفالية الأخرى في البلد. الآن جاءت الأطروحات الجديدة ومفادها إذا لم نقضي على الفساد سيعود تنظيم الدولة أو ما يسمى بداعش إلى العراق. ما معنى هذا التناقض الجديد في شتم الفساد والتعايش الودي والتحالفي أحيانا مع الفاسدين؟ يمكن للمرء أن يركب مشهداً شديداً الغرابة عن واقع العراق في ضوء اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية فيه، وأن لا يخلو هذا المشهد من عناصر واقعية تجعل منه صورة حقيقية عما يتم في هذا البلد. فالحشد الشعبي ينوي خوض الانتخابات النيابية،
حازم الأمين يقول في صحيفة الحياة إن هذه الميليشيات التي سيكون لها مقاعد في مجلس النواب وهو أعلى هيئة تشريعية في البلاد ستتولى تشريع حملها السلاح خارج المنظومة المسلحة الرسمية. ستحجز الميليشيات المسلحة مكانا رسميا وشرعيا لها في الحياة السياسية العراقية. السلاح غير الشرعي سيكون ممثلا في مجلس نيابي شرعي، وربما كان لهذا السلاح تمثيل مباشر في الحكومة. ليس في هذا الكلام مبالغة، ذاك أن نقاشا موازيا يتم في العراق اليوم. فالحشد الشعبي أنجز مهمة هزم داعش. صحيح أنه أقدم على المهمة بصفتها امتداداً لحرب أهلية، لكنه أنجزها بمساعدة الجيش العراقي والجيش الأمريكي وبإدارة إيرانية مباشرة، كشفتها الزيارات المتكررة لقائد فيلق القدس قاسم سليماني إلى الجبهات. لكن إنجازه المهمة لا يعني أن المهمة انتهت. النقاش في العراق اليوم هو حول هذه النقطة تحديداً، القوى التي تقول إن حل الحشد ووقف تمويله الرسمي قرار خاطئ، وقرار مشاركة الحشد في الانتخابات هو جزء من هذا النقاش. سلاح الحشد الشعبي سيكون مضمون الحياة العامة في السنوات العشر المقبلة على الأقل. سيدخل إلى المجلس النيابي على نحو ما دخل سلاح المقاومة إلى المجلس الشقيق في لبنان، والتمويل الإيراني لكلا السلاحين سيجد تصاريف وطنية بديلة. الكاتب يشير إلى الوعود الدولية التي أعطاها رئيس الحكومة حيدر العبادي بحل الحشد ما إن تنجز المهمة، قائلاً إن التخفيف من الوعود سيحفظ رأسه. فسبق أن فعلها رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري وهو اليوم في ديار الحق، لأنه لم يدرك أن للوفاء بالوعود أثمانا وأن إطفاء الحروب الأهلية لم يحن بعد. الأرجح أن العبادي حفظ الدرس، وحفظ أيضا أن الغرب لن يحفظ رأسه، وأن البحث عن عمق عربي غير إيراني للعراق لن يجد استجابة باستثناء المشاركة بجنازة صاحب الوهم وضحيته الوشيكة. يقف أفراد طبقة السياسية بقوة وصلابة وثبات ضد فكرة تأجيل الانتخابات المقرر تنظيمها في 12 من أيار المقبل. الحجة التي يتشبثون بها أن الدستور لا يسمح بتأجيل الانتخابات البرلمانية، ولا يخول أيضا أي سلطة باتخاذ قرار بهذا الشأن. عدنان حسين يقول في صحيفة المدى إن كل واحد من أفراد الطبقة السياسية المتنفذة صار شريف روما. ما من أحد منهم يقبل بأقل من الالتزام بمبادئ الدستور والتقيد التام بإحكامه وبأحكامه. خرق الدستور بالنسبة لهم جميعا غدا خطأ شديد الحمرة. إنهم الآن ينوحون على الدستور ويلطمون الصدور العارية ويضربون الأكتاف بالسلاسل، وقد يشجون الرؤوس بالقامات تمثيلا حزنا على الدستور المهددة أحكامه بالانتهاك بتأجيل الانتخابات. أمر حميد وجيد أن تكون للدستور كل هذه المحبة والاحترام بل التقديس، لكننا نريد من أفراد طبقتنا السياسية المتنفذة أن يبينوا لنا إذا كان الدستور عندكم بهذا التبجيل والتقدير وأحكامه بهذه القدسية التي كانت على الدوام قابلة للتأويل والتعليل، لماذا إذن تجاوزتم أنتم وأحزابكم وكتلكم وائتلافاتكم على مبادئ الدستور وخرقتم أحكامه عشرات المرات على مدى 12 سنة؟ أنتم لا تسوغون الآن تأجيل الانتخابات بدعوى مخالفته أحكام الدستور، كيف إذن سوغتم لأنفسكم وتسوغون الآن نظام المحاصصة الذي تتمسكون به؟ هل لكم أن تدلون على مادة في الدستور توجب مثلا أن يكون رئيس الجمهورية كرديا ورئيس مجلس النواب سنيا ورئيس الوزراء شيعيا من حزب دون غيره؟ هل لكم أن تجدوا لنا في الدستور مادة تقول إن الهيئات المستقلة يمكن لكم التجاوز على استقلاليتها بأن تتولوا أنتم حصراً تشكيلها من دون ممثلين عن أحزابكم وكتلكم وائتلافاتكم دون غيرها؟ الكاتب يتساءل لماذا كانت حلالاً كل هذه الانتهاكات لمبادئ الدستور والتجاوزات على أحكامه على مدى 12 سنة؟ ولا تريدون في السنة 13
فعل شيء نفسه بتأجيل الانتخابات للضرورة التي يجادل بها الداعون للتأجيل؟ لن تجيبوا على هذه الأسئلة، لكننا نعرف الأجوبة. فالقضية وما فيها أنكم تريدون الانتخابات التي تلحون في إجرائها في موعدها أن تعيد تدوير النفايات السياسية نفسها المتراكمة على مدى 13 سنة. يعيش كل من العراق وسوريا مخاض بناء وتطوير لحركة تحررية تتجاوز البدايات الأولى وتطورها لتصبح كاملة المعالم. كان ما سبق فصولا في تشكلها وبقية فصول اكتمال بنائها في الوعي المجمعي قيد التفاعل حاليا. طلعت رميح يرى في موقع الهيئة نت بأن الحقبة الماضية شهدت وضوحا وتحديدا وتحديا صارما لاستراتيجية خصوم هاتين الحركتين التحروريتين وهم نفس الخصوم. كما عشنا حالة تبلور واختزان للمضامين الوطنية المضادة للخصوم والمتحركة والمضحية لأجل مشروع التحرير المتشابه إلى درجة التطابق تقريبا. لقد اختطت المقاومة العراقية طريقا واضحا في مواجهة الاحتلال الأمريكي، وكان أمر المواجهة واضح المعالم، فكانت المقاومة العراقية راية وطنية حملت على أكتافها برنامج التحرر الوطني، وهي من بعد تحولت إلى نمط الحراك الشعبي السلمي تفادياً لمخطط التفجير والحرب الأهلية الذي تمترس خلفه الاحتلالان الأمريكي والإيراني. والآن تعيش الحركة التحررية العراقية مخاض البناء الوطني الشامل لمواجهة تحدي الاحتلالين. والحال كذلك في تجربة الحركة التحررية السورية، وإن جاء عكسيا في دورته، إذ انتقل من الحراك الشعبي السلمي إلى المقاومة. بدأت التجربة كثورة سلمية وتحولت إلى حركة متسعة بين معارضة سياسية وجماعات تحمل السلاح في مواجهة الاحتلالين الإيراني والروسي. وعندها انقلبت اتجاهات حركة الصراع لتمزج الأبعاد الوطنية بالدولية والإقليمية والطائفية، وهي الآن على أعتاب إطلاق برنامج تحرري في مواجهة الاحتلال. وإذا نظرنا لكلا الحركتين في العراق وسوريا سنكتشف بوضوح أن كليهما انطلق باستدعاء التراث الجهادي التاريخي المقاوم دون خطط استراتيجية سابقة الإعداد، وأن كليهما انطلق تحت ضغط خارجي مباغت لم تكن أيهما مهيئة ومستعدة له. الكاتب يضيف أنه الآن وقد انتهت الأمور إلى ما انتهت عليه، وبعدما سقط غطاء حكاية الإرهاب يبدو البلدان وحركتهما التحروريتين في وضع متشابه إلى حد كبير. فكلا البلدين يواجهان احتلالا إيرانيا وميليشياويا، وكلاهما يعيش تحت سطوة احتلال واحد، أو كلا الدولتين الأشد عدوانية وعسكرة في العالم. كلاهما ينشد بناء وطن تعددي مستقل، لكن يبقى الأمر الأول والأهم وضرورة تغيير الاستراتيجيات وإطلاق فكرة ومفهوم ومضمون للحرب التحررية في كلا البلدين كخط رئيسي للصراع. هستيريا غير مسبوقة تصيب الصهاينة ومن ورائهم ترامب وصهره وسفيره في تل أبيب، تعكسها سلسلة القرارات والإجراءات التي اتخذت منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، بدءا من تصويت حزب الليكود على ضم الضفة الغربية إلى ما يعرف بقانون القدس الموحدة، وصولا إلى التصويت الأولي على قرار إعدام منفذي العمليات. ياسر الزعاتر يتساءل في صحيفة الدستور الأردنية، أين الرد العربي مقابل هذا التصعيد الصهيوني الأمريكي؟ بين ذلك كله تستمر لعبة الاستيطان والتهويد، ونسمع كل بضعة أيام عن مشاريع استيطانية جديدة، ومنها ما يمس القدس بشكل مباشر، فضلاً عن عمليات القمع اليومية التي تطال الفلسطينيين والتي تتجلى في وجبة اعتقالات يومية يوفرها الاحتلال الديلوكس، حيث يدخل جنود الاحتلال ويعتقلون ويخرجون من دون أن يزعجهم أحد. في السياق العام لهذه الأحداث يمكن القول إن هذا المستوى غير المسبوق من الغطرسة الذي
يتلبس الصهاينة وحبيبهم ترامب هو من حسن الطالع بكل تأكيد، ذلك أن بيع الأوهام ليس خيارا أفضل، حيث يعلم الجميع أنه لا أمل بحل يحقق الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية، الأمر الذي تأكد عبر مسيرة طويلة منذ أوسلو بل ما قبله ولغاية الآن. هذا المستوى غير المسبوق من الغطرسة يضع قيادة السلطة أمام واقع لم تكن تتمناه، فهي كانت تستمع في واقع الحال بواقع السلطة الراهن والذي كان يتحسن بشكل تدريجي منذ 2004 مع استمرار بيع الأوهام مشفوعا بحديث متكرر عن التمسك بالثوابت. اليوم تقف تلك القيادة أمام حقيقة الواقع المر، وعليها أن تحدد أي خيار تريده في الرد عليه، فماذا فعلت إلى الآن؟ الكاتب يقول إنه على الأرض لا شيء يتغير، لا في التعاون الأمني ولا في خيارات السلطة، وحين وصل الحال الذروة سمعنا عن اجتماع للمجلس المركزي سيعقد منتصف الشهر الجاري، مع العلم أنه مجلس مغيب يجري استدعاؤه عند الحاجة، وحين يتخذ بعض القرارات القوية لا تلتزم بها القيادة وما يجري ليس مبشرا، فالرد على غطرسة الاحتلال لا يحتاج لاجتماع لمجلس مغيب بل لاجتماع مع قادة القوى لوضع استراتيجية حقيقية للمواجهة. هذا ما ينتظره الشعب، وندعو الله لا يطول انتظاره. اهتمت صحيفة ساندي تايمز البريطانية بالتظاهرات الشعبية في الأنحاء الإيرانية احتجاجا على الفساد والغلاء والبطالة وتدهور الاقتصاد والسياسة الخارجية للنظام الإيراني. الصحيفة قالت في افتتاحيتها إن الإيرانيين يدفعون ثمن سعي نظام ولاية الفقيه لبناء إمبراطورية فارسية جديدة. الصحيفة أضافت أنه لا يوجد دليل على أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ولا السعودية هما اللتان تقومان بإدارة هذه الاحتجاجات كما يدعي النظام الإيراني، وأنه على الرغم من أن الحشود التي انضمت إلى الاحتجاجات كانت أصغر مما كانت عليه في 2009 عندما دعت الحركة الخضراء إلى الإصلاح، فإنها تبقى تعكس مظالم حقيقية وهي أكثر انتشاراً خارج العاصمة. وقالت الصحيفة إن السبب وراء الاحتجاجات هو ارتفاع الأسعار بما في ذلك 50% للبنزين و 40% للبيض، ولكن هذا يعتبر جزءاً من كوكتيل خطير لنظام يفترض أنه إصلاحي من الفقر والبطالة وتزايد الغضب الشعبي إزاء الثروة والامتيازات التي تتمتع بها النخبة الحاكمة الفاسدة. وأضافت الصحيفة أن هذه النخبة حظيت بفوائد الاتفاق النووي الذي وقعه الرئيس الإيراني حسن روحاني في 2015، وهو الاتفاق الذي أصبح الآن تحت تهديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت الصحيفة أنه يبقى أن نرى إلى أي مدى ستذهب هذه الاحتجاجات، وذلك على الرغم من أن رئيس الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه قد تم وأد الفتنة في مهدها. الصحيفة ترى في ختام افتتاحيتها أنه على الرغم من أن الاحتجاجات لن تؤدي إلى الإطاحة بالنظام الإيراني، فإنها تقدم تحذيراً خطيراً له. خلصت الصحيفة إلى أنه بالنسبة لبلد ينفق أماله على بناء إمبراطورية فارسية جديدة في الشرق الأوسط، فإن هذه الاحتجاجات تعتبر تذكيراً بأن هناك مشاكل عميقة في الداخل الإيراني. وصل المواطن التركي نور الدين قوج إلى قضاء كولو في ولاية قونيا وسط تركيا ضمن مسيرته من اسطنبول إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة، سيرا على الأقدام التي بدأها في 17 من كانون الأول الماضي. هذه المبادرة أطلقها قوج تنديدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 من كانون الأول الماضي اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ما فجر إدانات دولية واسعة. قال قوتش إنه يواصل مسيرته دون الحصول على مساعدات من جمعيات أو أشخاص، وأوضح أنه سيواصل مسيرته نحو ولاية هاتاي التركية الحدودية مع سوريا. وأضاف قوتش لدى وصوله أنقرة إحدى محطات رحلته إلى القدس أنه سيسير حتى الحدود التركية مع سوريا في ولاية هاتاي في مسيرة رمزية للتعبير عن الوقوف إلى جانب القدس.
قال: آمل أن تستقر الأوضاع في سوريا لأكمل مسيرتي إلى القدس. إلى الكاريكاتير. مشاهدينا، هذا ما كان في جعبتنا لصدى أقلام اليوم، على أمل أن نلتقي بكم غدا في صدى أقلام جديد. في أمان الله ورعايته.